ستشاهدون في فيديو اليوم أصغر مقاتل استشهد في العشرية السوداء، وهو في عمر 16 فقط رحمه الله. شهداء هم أنبل الناس وأشرف الناس وأطهر الناس، تجردت نفوسهم من حب النفس والحرص على الحياة، فوضعوا أرواحهم على أكفهم وقدموها رخيصة من أجل وطن غال وهدف سام وغاية نبيلة. ها نحن اليوم ننشط ذاكرتنا لتحط رحالها عند الشهيد البطل العيش عز الدين ابن قرية ولاد لعلام بلدية قادرية بولاية البويرة. كان قائد الفوج 42 للمقاومين التابع للحاج زيطان المخفي. كان قائداً مغواراً لا يهاب الموت، يتمتع بخبرة قتالية شديد الذكاء، حنون عطوف. اغتالته أيادي الغدر والإرهاب وهو يقوم بمراسيم زفاف أخته إثر كمين بين ولاد الأعلام والقادرية. كان قرباجي علي ومحمد عمراني أصغر المقاومين حملوا السلاح في عمر 16 سنة تلبية نداء الوطن، وودعوا طفولتها وترك اللعب مثل بقية أقرانهما ليكتبا اسميهما في كتاب الرجال والشهداء. الأبطال لم تهزمهم همجية الإرهاب، ولم تهزمهم وعورة الجبال، ولم تهزمهم قساوة الطبيعة. كان قدره أن يغدر بهم الخونة. أبناء جلدتهم استشهدوا ليرتقوا من ميدان الشرف والبطولة إلى جنان الفردوس الأعلى مقبلين غير مدبرين. إخواني أن مررتم من هنا اذكروهم، ولو بدعوة قد تغير حياتهم البرزخية، فلو علمتم فرحتهم بها ما نسيتموهم لحظة، وستظل ألسنتكم تهتف بالدعاء لهم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، تذكروهم بدعوة، فلو تعلمون فرحتهم بها لما نسيتموهم الدهر كله، باقون في القلب والوجدان. تحيا الجزائر، ورحم الله شهداءنا الأبرار. الحركة. ملعونون بالجزائر مذلولون بفرنسا، جزائريون انضموا إلى الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير وقاتلوا ضد جبهة التحرير الوطني لتبقى الجزائر فرنسية، ثم كرموا تكريما لا يتجاوز حدود الأوسمة وقبعات خيالة الجيش الفرنسي القديم، مرفقة بنظرات الاحتقار والذل والمهانة. سنشاهد في هذا الفيديو أخطر الحركة الذين ظهروا في الجزائر إبان ثورة التحرير المجيدة. إخواني في الله، أحتاج إلى 10 ثواني من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. البشاغة بعلام من أوائل الجزائريين. الجباح حكمت عليك بالموت. آلي لابوانت، ذلك الشاب الجزائري الذي دوخ فرنسا، فما تزال صورته عالقة في ذاكرة الأجيال، خصوصا عند فئة الشباب، حيث يعد واحدا من أبطال معركة الجزائر وفدائي العاصمة. ما يميز قصة علي عمار أنها تعكس لوحدها مسار التحولات التي طبعت الثورة المسلحة. فالشهيد آلي لابوينت لم يكن مناضلا، ربى وأنشأ جيشنا البطل أسود لا تهاب الموت، أشاوس لا تعرف معنى الاستسلام، أثبتوا جدارتهم في الميدان فأركعوا الجبناء ليرجعوا خاسئين. ستشاهدون في هذا الفيديو أقوى وأخطر 5 جنود في جيشنا الأبي. عبد العالي ولد قادة، من ضابط سابق في الجيش الوطني الجزائري قبل التقاعد إلى واحد من أهم وأكبر مدربي الفنون القتالية بالجزائر. عندما تذكر مدرسة الفنون القتالية المختلطة بولاية سعيدة، لابد أن تذكر معها المدرب الكبير عبد العالي ولد قادة. معنى الرجولة والقوة متمثلة في هذا الأسد من أسود جيشنا الأبي. المدرب ولد قادة الملقب بوحش المتوسط، الذي شرف الجزائر في عدة مناسبات وطنية، مستشار الرئيس الاتحادية، مكلف بالفنون القتالية المختلطة والاستعراضات، صاحب مدرسة تكوين في الفنون القتالية المختلطة له،
برنامج طموح في اكتشاف المواهب وصقلها، نتمنى له كل التوفيق في مهمته النبيلة. فوزي سالمي ظهر في زمن التسعينات، الزمن الذي كانت تعاني فيه الجزائر، فظهر في ذلك الوقت رامبو الجزائر الذي قهرهم وأذلهم. فوزي سالمي البطل المغوار، قاهر الإرهاب وأسطورة القوات الخاصة بسطيف، اشتهر باسم سنبل ويعتبر أشهر المقاتلين وصانع أمجاد المظليين المغاوير. عرفته غابات وشعاب ووديان سطيف، خاصة ببابور وسرج الغول وبنى عزيز وغيرها من البلدات والقرى. مقاتل شرس وبطل مغوار لا يخشى الموت ولا يهاب العدو. اسمه الحقيقي فوزي سالمي ويعرف بسنبل، وهو من مواليد سنة 1972، عريف أول في القوات الخاصة الجزائرية، من عائلة فقيرة تنحدر من بلدية أم الطبول بولاية الطارف. انخرط في سلاح المضليين سنة تغير وجه أحيائنا الشعبية بالجزائر بصورة واضحة في السنوات القليلة الماضية، حيث صارت الاعتداءات والسرقات أبرز ما يميز يوميات البهجة بعدما كانت ديزاير القديمة معقلاً لقيم الرجولة والشهامة والنخوة وغيرها من القيم التي نشأ عليها أجدادنا وآباؤنا من أولاد البلاد الذين ترعرعوا في أحياء العاصمة الشعبية، حيث ساهم نمو الأحياء الجديدة على أطراف المدن الكبرى في زيادة العنف الذي يتخذ شكل صراعات بين عصابات. ستشاهدون في هذا الفيديو أخطر 5 أحياء في الجزائر. مدينة علي مينغلي، كم من أم تعبت وأنهكها ظهرها وهي تحمل قفة لأجل أن يشبع ابنها، وكم من أم تبكي متحسرة على مستقبل ابنها. تحتوي الجزائر على أكثر من 162 مؤسسة عقابية. ستشاهدون في هذا الفيديو أخطر وأكبر السجون في الجزائر. سجن برجو بوعريريج، عين السلطان، من أكبر السجون في الجزائر وأخطرها، ملقب بسلطانامو. مساحته حوالي 20 هكتار، يتحمل أكثر من 2000 سجين. سجن البرواقية، وهو أحد أشهر السجون